نشرتنا المحلية. تحولت محلات رئيس الجمهورية بولاية تبسة إلى عيادات طبية لفائدة سكان الأحياء الذين عبروا عن سخطهم وغضبهم من الوضع الذي آلت إليه هذه المحلات بعد تخلي الشباب عنها. مزيد من التفاصيل في سياق تقرير سليم دريد. قامت السلطات العمومية بولاية تبسة في خطوة غير مسبوقة باسترجاع محلات رئيس الجمهورية التي لم يتم استغلالها وبقيت عرضة للإهمال والاستعمال غير الأخلاقي من طرف المنحرفين، حيث تم تحويلها إلى عيادات صحية في بعض الأحياء التي تشهد عجزا في التغطية الطبية، مما جلب ارتياح المواطنين وابتهاجهم. لو كان كل الحوانيت كل يديروا لهم كيما هكا راهي رحمه ربي، الحوانيت اللي راهي فيهم كيما كانوا قبل يديرهم كل الاداره، واحد يديرها من الصحه، واحد يديرها التجاره، واحد يديرها كذا، راهي به خير من كانت قبل. قبل راهي كانت حوانيت كانت خايفه بكل. ورغم اصرار الجهات المعنيه والتزامها باجال التسليم وادخال العيادات في اطار الخدمه، تم تسجيل تاخرا مفضوحا لدى بعض المقاولين وتماطلا في انهاء الاشغال. تابك شان باللي الناس هنا في حاله اورثالها، وعلاه درناها اللي نحيناها درنا كانوا حوانيت ولا واش كانوا، علاه قلبناها ما مش بارك الله فيك بلد جيتي انا، علاه قلبناها عياده باسكو الناس منكوبين. فكرنا باللي احسن شيء اللي نجموا نديره هو هذه المحلات في المكان الموجوده نتاعهم يكونوا خدمه للمواطن وعلى الشباب تاعنا في ان واحد، ان الشباب معني كذلك هو بالصحه. وجاءت هذه الخطوة الإيجابية لتضع حدا للحالة المزرية المسجلة على مستوى هذه المحلات التي تحولت إلى أوكار، وحتى يستفيد منها المواطن من عملية تحويلها لا سيما في الجانب الصحي. قامت مديرية الأمن الولائي لبشور بتوزيع وجبات إفطار على عدد كبير من مستعملي الطريق الوطني رقم 6، خصوصا أصحاب الشاحنات المتوجهين إلى ولايتي تندوف وأدرار وأكذا القادمين إلى ولاية بشار. نور الدين المصري. شكرا لهذه المبادرة الجميلة اللي دارتها الشرطة تفاديا لحوادث المرور. نحن جايين من ولاية باتنا متوجهين نحو تندوف، هيا درنا هنا الإسكار نفطروا ومن بعد نروحوا، جزاهم الله خيرا والله يجزي المحسنين. تتزامن هذه المبادرة مع إطلاق الحملة التوعوية صيف بدون حوادث التي تناشد من خلالها المديرية العامة للأمن الوطني مستعملي الطريق إلى الالتزام بقانون المرور واحترام قواعد السلامة المرورية باتباع توجيهات عناصرنا العاملة في ميدان الأمن المروري. لنغتنم هذه المناسبة وندعو من خلالها كافة السواق إلى التأني أثناء القيادة وعدم الإسراع للحاق بموعد الإفطار تفاديا لوقوع الحوادث. فتحت المصالح الفلاحية بولاية سطيف المجال للمبتكرين الجدد في عالم الفلاحة لعرض أفكارهم ومنتجاتهم قصد النهوض بالقطاع الفلاحي وتنمية المناطق الريفية في خطوة لبلورة تصور نزاع مسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي التي تحولت إلى رهان حقيقي. ونقع في الموضوع لفارس شعيب. معرض المنتوجات الفلاحية والريفية هذه السنة الذي تزامن والشهر الفاضل هو تحد بعينه من المصالح الفلاحية لولاية سطيف من أجل إرساء شعار معا للتجديد الفلاحي والريفي. في إطار سياسة تجديد الاقتصاد الريفي الفلاحي والريفي باشرت ولاية سطيف منذ 10 سنوات في تطوير خاصة منتوج الحبوب بشتى أنواعها، كذلك في تطوير إنتاج الحليب. القائمة طويلة والمنتوجات متنوعة، لكن ما يشد انتباهك أكثر في معرض هذه السنة هو تواجد مبتكرات جديدة في إنتاج الدواجن سواء البرية كانت أو الريفية بطريقة صناعية متطورة، ما أعطى لهذا المعرض صفة التميز. اليوم لدينا العديد من المحاولات والأفكار التي جسدناها بإمكانية الخاصة، منها على سبيل المثال صناعة الحاضنات بشتى أنواعها، أيضا أنواع نادرة من الطيور الداجنة وهي طيور زينة، وأيضا يتركز نشاطنا أساسا على إنتاج أنواع الطيور الداجنة الخاصة بالريف، منها مثلا على سبيل المثال الدجاج عربي، منها البط والوز وغيرها.
الرجوع إلى الأصل فضيلة، والتركيز على مقومات الريف لأمر بات ضروري في استحداث نهضة نوعية للظفر بالاكتفاء الذاتي. في أجواء الشهر الفضيل تحولت حديقة الألعاب والتسلية بمنطقة سيدي عاشور بولاية عنابة تحولت إلى الوجهة المفضلة لسكان مدينة تبونة وزوارها، أين نجح القائمون عليها في استقطاب عشرات المئات من العائلات العنابية في السهرات الرمضانية من خلال تقديم أحسن الخدمات مع وضع برنامج ثقافي ترفيهي مميز. تفاصيل أكثر مع هشام قاسم. سي فاميليال لا سيكوريتي الحمد لله فهمتي اون سو سون اليز الحق في رحمه ربي سي لا سول سي لو سول تريك اللي عندنا وين اون بو سو ديستراير سادير اون فامي تو الموند سو كوني سي ريسبكتابل فيها الظروف كل واجده العائله الحمد لله راهي في فاروقلاند في خير ورانا في امان وإن شاء الله تتوفر الأماكن مثل هذا كثير في ولاية عنابة. إن شاء الله عندنا زوار دركا وما بقاتش الهامش تاع بكري، ما بقى دوك عاد يجيونا عائلات انضافت ويجيو يزورونا ولقاو الأمن لهنا في هذه الحديقة، وإن شاء الله رانا قاعدين نعملوا في مجهودات كبيرة باه نزيدوا نجيبوا دي ماناج جدد. ختام النشرة، ترقبوا المزيد في نشراتنا اللاحقة، ابقوا معنا.